الناطق باسم شبكة شام من الرقة. مساء الخير، أهلا بك معنا. ما التفاصيل الميدانية التي تضيفها إلينا في الرقة بالتحديد سيد أيهم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أبدأ معك ميدانيا، حيث اليوم كان عنيف جدا على قرية حمام تركمان التابعة لسدود، حيث استهدف أكثر منزل قصف قرعا عشوائي على جميع المنازل، على جميع الأهداف المدنية. تم قصف مصنع للحبوب في هذا المدى لمعاقبة الأهالي على إيوائهم للجيش الحر. أيضا كان القصف عنيف على بلدة عين عيسى، هناك قطع كامل للكهرباء والماء في المنطقة. أنتقل معك عسكريا، حيث هناك إطارات كبيرة اليوم للجيش الحر، فرد الجيش الحر بالقصف على الريف الشمالي كامل، فقام بالرد وقصف المدفعية التي كانت تقصف الريف الشمالي بالصواريخ، والحمد لله تم إصابات مباشرة. أيضا هناك اشتباكات عنيفة في بلدة عين عيسى، تم قتل أكثر من ضابط، أكثر من عنصر، لا نستطيع إحصائهم الآن، بعد قليل ستردنا أخبار دقيقة. أيضا في بلدة الطبقة، مدينة الطبقة، هناك اشتباك عنيف أدى إلى تدمير حاجز الإسكان العسكري وقتل رائد وسبع عناصر من كانوا عليه، وتدمير الحمد لله الحاجز كان والسيطرة عليه. أيضا اللافت في الأمر، هناك أجسام غريبة تظهر في سماء سلوكة الأبيض، لا نعرف ما هي هذه الأجسام، أول مرة تظهر لنا بصراحة. أيضا هنا تم تشكيل لجان محلية في مدينة الأبيض وسلوك، قامت اليوم منذ الصباح بتنظيف المدينة كاملة وإزالة السواتر لإعادة الحياة الطبيعية إلى هذه المدن. كما تكلمنا منذ قليل مع رئيس المجلس العسكري في مدينة الطبقة، أكد أن هناك تواصل مع الحكومة التركية لإعادة تأهيل المعبر وفتحه لنقل المسافرين واللاجئين. طيب بالنسبة للأجسام أيهم، يعني اشرح لنا أكثر، ما هي هذه الأجسام؟ كيف شكلها؟ يعني تفاصيل أكثر عنها. أجسام غريبة مستطيلة، هي ليست طيارات، هي تقف قليلا، تصور، تعطي أحداثيات لا نعرف بالضبط، وتكمل طريقها. أجسام غريبة لأول مرة تظهر. أنا أشكرك جزيلا على هذه المعلومات السيد أيهم الخلف الناطق باسم شبكة، كنت معي عبر الإنترنت مباشرة من